بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى خيرك الله نقول كل ميو أنت وذا تشوقني أنت كلام مقرنا هنا دين تيني الدنيا دين الله ينحفظه وحام حد من رب سبحانه وتعالى إن وافتشي وخيرنا نسوقني مادنا وحال بعض من حد من انتا كدب دادكي سوقا بان قابيي وقتكي يدادال كانكو بيحي وحاسا دحادا ومهد مدن لما عددكي كسوقا يبقالي اي وقتي ودا اسو هوري إلهي سبحانه وتعالى ميزانك حسناتك الله ينوغو دارو كلمة دا آن ربنا وحكيرا هذا ملاقون ديي وبر الوالدين والأولادنا وان قدرنا إن شاء الله تعالى كلمة دا كوبان دادكو وحكاد حياي ماتشير انتا قرانا حقوق دين عكالية كاتم هذا لكن حقوق ليس كولية هايوي هذا مرحية شعب تهي هذا والدي المتهي هذا اللبا اسقبيهين دادكو مركي مالي سوي مادان أما الدنيا نرى لكذا حيث حقوق بيسكوليهن سيقول الله وضع هذا الكرا مربا منا وضع هذا الكرا والدكو الميسة حقوق بكوليهي لبادن بوصو مري هبين بادن بوصو دفري انت وقفوين ويسكوفي لان كان نقونا يي وهي عليسكي سييو لبتيسو يستغي ساريد أبي يهود هذا كلام إبتهان، علاش كيوسو مرينا يدبته وسو مرينا هكلا وينات، لكن جودهان قف كستو إن جامدة، وحصو مري والد كسر دبادي، أدي دافع نللت هاي، أدي وحبراشية خرج كوب حييت هاي، أدي عاف ما ذي الدوين تهاي، أدي عنية وحلا عنات هاي. دادي كلا دواني دين صومرني قف كستوينا غاميديه وارد بالاسو الرفاضة وكسو دبودي اسنا انتا بادن وارد بو نقن دونايو عما ديبكان نقضا ان كالو اسنا كور دبودايو كور رفاضة صادرتين واردك وحولي حقوق دا ربي سبحانه وتعالى هلا عابود النبي سنة هلا حرميو هلا راع مرك اللي يرادا كدب دي والدك حقوق دا كحيغا هو بالوالدين إحسانا بالغو حجسية والدك حتى هادي وقال يهي اسكبا داي وحكالي او لبا قال داقال كوغولاتشيرو الدين تينو كاسارا ربي يهي حقي سسما فالكي وناچنتو ملو مكارو وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا waxa ugu fogaa qofku kula gaari karo waa inuu gaalnimo kugu yeero waa inuu diinta ka bax ku yiraahdo waa inuu rabbi beeli ku yiraahdo waa inuu quraanka iyo kitaabka tuuro xor ku yiraahdo aakhara ma jirto rumey waa inuu ku yiraahdo isaga habeen iyo maalin kula daba taagan oo halka maraya taana yeelis ma mudna oo baarinimada kamid maaha laakiin ihsaanka iyo samihi iyo wanaagu ku galay inta xun uu sameynayo lagu ma halmaami karo لوغما نتي كرو صدرتيد با نصوص النبي صلى الله عليه وسلم وحيت المانتي قفك وعاق الوالد كا انو سان جنة غلينن دك ان جنة غلين دعادي الله برين ان لا اقبلين وها كميد العاق لوالديه قفك لبديس والد عاصي كو عاصي نمد لبد والد دور ريمود مركي له له قفك عاصي نكون كرا كو وحاي كا ربان وا انو سان دنبي هين دي وح دنبي كا دونيان فلا تطعهما بسوغريان إنما الطاعة في المعروف مرك الله بادي وحي كاد البنيان أما يكاد دونيان وإن وحد أودوية وحد أودو وأتكاري كرتوائنوية وحود هذا كبحصن تير ربي وعمان دتك واجب لغادي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وحدا أودين أود هذا كبحصن حق ربي هو ينابه حدنا واجب كون نقن مدوالين واجب كون نقن بيس صدرت ادماها بارني مدن ادوالي كدن بيو غشو حاران غشو وحلو سوخادو سوق ما سوق لو سميو
dad loo xumeeyo loo dulmiyo dartii baarinimada kamid ma aha sadarteed marka labaad waxa wadaado oo kari karta waa inuu yahay marka saddexaad wax isagu uu kaaga baahan yahay waa inuu yahay dad kale ahayn waalidka caasi laguma noqdo qof ebel wax u tar iyo qof ebel waxaasi iyo walaalaha biil u dar iyo walaalkaaba la siinay ilaa uu ilaakeen in la aqbali waayo caasi laguma noqdo waalidkuna isagaan xaq u lahayn waalidku isagaa ku dhalay isagaa wixii intifaacaya waxtara kugu leh dad kale laakiin inuu u dhabar garaaca ilmaha u cadaadiyo waanuu ku leeyahay dadka waa raxim waa qaraabo war qaraabada xiriiri war qaraabada xiriiri u roonow dadka walaalaha ka warqab waaniya taluu ku leeyahay laakiin walaalaha kuwa kaa yaryar yihiin iyo iyagaa baahanayo waana wax ka badan waalidku xaq uguma laha ilmaha kumana qasbi karo qasabki haddii la diidana caq waalid maaha waxaa ka mid a waalidku haddii uu yidhaahdo gabadhi intuu u yimaado reerkii iyo ninkeedii iyo odaygeedii iyo dhismihii reerka uu farageliyana waalidku isagaa intaasoo dhan xuduudiisa tallaabay waalidka waxa la atiicayo een dembin ahayneed awoodde u baahan yahay waa waxa isagu naftiisa u baahan yahay wey maanta cunno u baahan yahay cabitaan buu u baahan yahay dawuu u baahan yahay deegaan buu u baahan yahay daryeel kale u baahan yahay isagaa duruufaha baahidiisa wixii aad awoodo waa waajib wixii aadan awoodin awooddaada ka baxsan waajib maaha duruufa iyo baahida dadka kale waa wanaajin dheeraada asaaskii caaqnimada iyo caasinimada ka mid maaha waalidku saas darteed haddii aad idigu xaqu kugu lahaa aad ku tumataad oo kari kara ood caaqul waalideyn ama caasi aad noqotaay waxaad gelaysaa kuwaan ducadana laga aqbalin jannadana aan gelin dhinaca kale waalidka xuquuq baa lagu leeyahay waajibaad baa saaran oo nabigu yihi kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati ninka waxaa la yidhah alwalad alrajulu raacin fii ahli beyti wa mas-uulun can raciyati reerkaa dhan buu mas-uul ka yahay hooyaduna raaciyatun fii beyti zawjiha wa mas-uulatun can raciyati ilaahay mar kale wuxuu yihi quu anfusakum wa ahliikum naaran waquuduha annaasu waalxijaara sidaa dunyada waajib kugu saaran yahay nabigu alay slam waa kii lahaa kafaa bilmari ithman an yudayaca man yaquud dembi waxaa kugu filan dembi kaleba haddaadan gelin dadkii nafaqadooda iyo cuntadooda iyo noloshooda waajibka kugu ahayd oo dayacdo ood meel cidlaa kaga tagto ood xilkoodii gudan weydo baaba dembi naar lagu gala kugu filan saa darteed waalidkana waajib baa saaran iyo xuquuq buu ilmuhu leh walidaalika ilmaha wax loo taro xadiid baa wuxuu ahaa waxaa ugu fiican wax ka fiican ma jira min xusni adabin si fiicana u tarbiyeyso adaab iyo akhlaaq iyo dhaqan wanaagsan aad barto ilmihii waxbarashadoodii caafimaadkoodii deegaankoodii cunnadoodii iyo cabitaankoodii xaqay leeyihiin wey xaqa waalidku hadduu dayaco ama ilmuhu xaqa waalidka uu dayaca in la isku xidho maaha mid walba xaq baa saaran waajib baa ilaahay saaray kiisaa lagala xisaabtamaya adugu haddaad xaqii waalidka ilaaliso isagu tiisii u ilaalin waayo haddaadan caafiin aakharay ka go-anta adiguna haddaad tiisii ilaalin weydo aakharay kaa go-anta qof walba waajibaad iyo xaq baa la saaray tiisii inuu ka soo baxana waa laga doonayaa saa darteed waalidku waxaa laga doonayaa inayna ilmaha caaq ku noqon inayna ilmaha xuquuqdooda dayicin inay ilmahooda daryeelaan waladkana waxaa laga doonayaa waalidka inayna caaq ku noqon inay ilaaliyaan waxaan ku gabagabaynayaa halba su-aal baa imaan karta sharcigu in badan xaqa waalidka muu ka hadlaaye aada loogama hadlo xaqa waladka iyo ilmuhu ay leeyihiina maxaa sababay sida dabiiciga waalidku aada nafleyda ah waalidka nafleyda aadamaha keliya mee xataa xayawaanka kale ilaahay baa ku abuuray ilmaha inuu daryeelo shimbiraha dheh xoolaha nafleydaa dheh kuwa badda ku jira dheh kuwan baallehe wax cuna ilmahooda inay difaacaan oy daryeelaan oy u qaraabaan oy risiq u raadiyaan baa ilaahay ku beeray shimbirta waad aragto way iska kalli aayad fartay maa jirta oo shimbiray ilmaha quudi tiri yaxaaska ilmihiisa ukumaha markuu aase uu soo saaro afkiiyo micihii seefta ayas wax ku cunayo intuu ku qaaduu biyaha gelin ilaahay si fiican ula qabsadaan yaxaas kale uu ka waardiyeyn
هرير هو كماري كلون كي بدأ كتير علمه يسيب واردين إلى ما الهوسية صلاة وجي آدم هنا واكمت إلهي ما دام هو آدم ها كوبا باري والد كو كوبا باري إنه علمها تشعلي هاي إنه حل بوهرة وما باهنن دي رجالين حسوسين شرعيها الله وشي أغام ماهنن كو عل عرس بدان وما باهنا ساصدرت يا غدارك تقفكي والد كيو هالكا يالا أو باهن يلمي سيو هالكا يالا وحاولو سو دك دك يلمي سو هرطو وقرمانيا والد كو هاتن باينيا علمه والد كينو ضيعاي واي بدانتا صدرت باد لوغو عل علي لكن والد كل ما هينو ضيعاي ما بدنا شرعونا واسداس ولذلك شرعو حولها دوك يدو الله شقيستو واجبادي حقوق بدان كرداشين وشقيستا ادو مجير هذا نصوص شرعو ادو قم هذاش كي ادوك آخر عمل كذا لكن أدب واحد عشان محيي آدم هاي لها يبغى كوبا باري ما كنا هكلا قادة دوية دينو عاريو وفطرة لا كوب باري إن لها هو حران يا حلال الله كلا شيء كم هنا وما باهنا إن صبح كستل يرى وركك وركك ورشقة يس ورحمة على ورشقتك ورشقتك فطرة دي يباهي دي أدوك وأركي يبغى كوك عنا يس صدرت باتي آخر عندي سكهر موقنين وضيع كرا آد لوجه الله adoo waxaan qofku iska wafaran yahay hordayo midna u dayacayna mid la dayacayoon ba aad loo xasuusiyaayo lagu baraarujiyaa waya maahane in waalidkan xaq lagu lahayn ama ilmuhu xaq weyn ee lahayn ma aha ilaa subhanahu wa ta'ala xaq lahayn ugu soo waalidkooda kuwa baari allah aan uga dhigo kuwa waladkooda xaqiisa gutay ilaaliyana allah aan uga dhigo mahasin jazakumullahu khayran assalamu alaykum wa rahmatullahi